أسباب عدة دفعت البرلمان العراقي لدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية بحسب معنيين، أهمها وجود نازحين ومدن مدمرة، بالإضافة إلى عدم الاتفاق السياسي على قانون انتخابات مجالس المحافظات الحالي. إن سبب دمج الانتخابات مع مجلس النواب له أسباب عديدة، أولها الوضع الأمني في البلد، حيث أدى الوضع الأمني إلى سقوط أكثر من محافظة. يستحال مع هذا الوضع الأمني إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات، كما أن بعض الأحزاب دفعت بتأجيل الانتخابات، كان القصد منها أنه تحرم بعض الأحزاب كانت هي ظاهرة في الشارع ويمكن أن تكون هي صاحبة الفوز. الحقيقة هو ماكو مجال أن تجرى انتخابات بالشهر التاسع. المفوضية أعلنت قبل أشهر طويلة لو توفرت الأموال، الأموال لم تتوفر، فالمفوضية لا تستطيع أن تجري انتخابات بالشهر التاسع، هذا أصبح من المستحيلات. أطراف أخرى بينت أن قرار تأجيل الانتخابات قد يخدم بعض الكتل السياسية التي تحاول بناء تحالفات جديدة تخدم مصالحها الشخصية. تم تأجيلها بسبب هناك تصاعدات كبيرة من قبل بعض النواب المعترضين على هذا القانون، فيريدون أرضاء بعض الكيانات التي اعترضت على هذا القانون. هناك صفقة عقدت مع الأحزاب الكبيرة التي تريد أن تجلب قانون إلى قبة البرلمان يناسبها فقط من حيث التصويت عليه ومن حيث أكل الأحزاب الكبيرة الأحزاب الصغيرة. وبشكل عام فإن دمج الانتخابات النيابية بالمحلية في نفس الوقت قد يشكل تحد للحكومة من الناحية التنظيمية والإدارية، لا سيما وأنها التجربة الأولى في العراق التي يتم فيها دمج الانتخابات.